دخلت وحداتنا العملية مساء هذا اليوم في حدود الساعة 8:21 مساء على مستوى المنطقة الصناعية بالسينيا المتواجدة بإقليم بلدية السينيا، والتدخل كان من أجل إخماد حريق نشب على مستوى مصنع لإنتاج المادة الاستهلاكية المتمثلة في الزريعة، حيث مباشرة بعدما تلقت مصالحنا لنداء النجدة توجهت إسعافاتنا إلى عين مكان، أين بفضل مهنية واحترافية أعوان الحماية المدنية بمختلف الرتب مع التدخل السريع تم إخماد الحريق مع منع انتشاره إلى باقي المصنع وباقي المصانع المجاورة له، وبالتالي منع انتشاره إلى باقي المنطقة الصناعية من دون تسجيل أي خسائر بشرية. والحمد لله تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية جد هائلة، تمثلت في 20 شاحنة تدخل بمختلف الأنواع بالإضافة إلى 4 سيارات إسعاف، من بينها سيارتين إسعاف طبيتين وما يفوق 150 عون تدخل بمختلف الرتب، حيث جرت عمليات الإخماد والإطفاء والتدخل تحت إشراف المدير الولائي للحماية المدنية العقيد سويكي محفوظ.